السلام عليكم البنات اهلا بكم معي من جديد في قناتي اللي كتتم بكل ما هو تنظيم وترتيب البيت افكار ونصائح متعلقه بالمشتريات فمرحبا بكم معايا اليوم جبت لكم مشتريات آه، اللي من بيم كاين بعض المشتريات خديتهم من بيم وبعض الاخر من الاسواق العاديه يعني من المحلات العاديه ديال 13 درهم غنخليكم آه، اول حاجه مع المشتري ديال بيم خديت هذا الميكسور هذا فانا نجرب معكم يعني دابا غنطحن فيه بعض الاشياء العصير وحتى يعني المكسرات والخضر بغيت نجرب كل شيء باش الى صلاح فانا نخليه لقيتو عيان غنرجعو هذا هو علاش يعني مهم درت هذا الفيديو هذا باش نتقاسم معكم إذا كنتو باغيين تشريوه ولا شي حاجه تاخدو فكره بالنسبه للطريقه ديال الخدمه ديالو وحتى يعني واش كيطحن مزيان ولا لا فالمهم انا جربته لقيتو كيطحن مزيان الخضار طحت فيه ايضا المكسرات لقيتو كيطحنو مزيان كاوكاو ديما كانت عند معاه كنبغي نهرمشو ما كنبغيش نطحنو كاع فعندي ديك الميكسور كيطحنو كطحنو يعني ديال العطريه عندي فكنطحنو فيها كيتطحن لي كاع فكيعذبني او كنبقى نهرسو يعني شويه بشويه مهم انا جربت مع اول حاجه هنا جربتها طحنت فيه كاوكاو وحتى الخضر بالنسبه لديك المرايا الصغيره الثمن ديالها 20 درهم عجبتني وبغيت ناخذها فالتالي خليتها للبنيته ديالي بالنسبه للميكسور الكاس ديالو كيهز تقريبا اترو ونص وهذا الماس ديالها ماضين كما قلت لكم انا جربت هنايا كاوكاو بغيت نهرمشو ما بغيتش نطحنو كاع فكتحكمي في, في في القياس اللي بغيتي بغيتيه يتطحن مزيان كتخليه بغيتي غير تهرمشيه كتهرمشيه انا هنا كميه درت قليله واخا هكاك طحنتها ليا بعد لي ميكسور كيكون كميه قليله ما كيبغيوش يطحنوا ما كيطحنوش وكيبقى الدور غير هكاك في الخوا فهادو واخا كميه قليله طحنتها كاينه واحد لاستيس البنات بالنسبه هكايا الكاكاو باش يجيكم مهرمش كونكاسي أه تقبتو تغربلوه بواحد الصفايه اللي يكون شويه العوينات ديالها غلط ماشي غلط بزاف شويه باش كيهبط ديك اللي تطحن بزاف وتدعق كيهبط وكيبقى غير هداك الكاكاو هكا كونكاسي كما الشكل اللي تبغيو فهكا كندير له انا يعني هنا راك مخلط ولكن كنبغي ندير له هكا كنزول ديك الغبره ديالو اللي كتكون مطحونه بزاف وكنخلي هكا كنصفي وكنخلي غير هذاك اللي غليط شويه هو اللي كنستعملو الصابلي او المهم شي حاجه انا عندي مشكله مع الجزر <applause> كنبغي نطحنو مزيان كنبغي نميكسيه ولكن الميكسور اللي عندي ما كيدوش فيها يعني الا درتو هكا صحيح كيبقى هكاك أه فكنضطر نبشرو عاد نولي نطحنو كنديرو مع عصير ديال التين ولا شي حاجه كيجي زويون وصحي فهنايا هنايا طحنته لي مزيان وعاد كان بإمكاني نزيد نطحنو مزيان بديك ميكسور لاخر هذاك ديال كنطحنو به السخون وديك الشئ هذا هنايا ضفتلو شويه العصير وضفتلو شويه ديال سنيده نبداو كيجي المذاق ديالو زوين بزاف وصحي فانا هنايا يعني نطحن شويه الخوخ عندنا معاه غير شويه الماء غير باش نجرب الراس الاخر ديال اللي كنطحنوا به الحاجه سخونه ولا كتميكسي به اي حاجه فيها دو نيفو يعني كاين نيفو الاول كيطحن بسرعه اقل ونيفو ثاني كيطحن بسرعه اكبر وحتى كاين الفوق دابا نوريها لكم كاين فوق فين كت انا دايره دابا غير على الواحد كاين من واحد حتى لسبعه كنظن ولا من واحد حتى لثمانيه آه كتحكمي كتزيدي تحكمي في السرعه ديالو ملي كدوري اربعه او خمسه انا خليته غير في الواحد يعني فيه الجد. فانا فنحت الخوخ يعني طحنوا ليا تعقلوا البنات راني كنت ديجا شاركت معكم واحد الميكسور تقريبا 99 درهم ولا 150 درهم فاش كنت خديته وما كانش حتى هو كان بحال هكايا ما بزاف ديال الزارتيكل بحال هذا كانو غير جوج كان تراب وكان الميكسور بحال هذا بحال هذا الراس هذا اللي كيطحن ما كانش فيه هكا الكاس اه ما كانش صدق ما كانش صدق ليا وكنت في البلاصه كان سخن وما كيطحنش كيخلي ديك الشيء مفرفش ما كيطحنوش مزيان فهذا كنت رديته راني كنت تشاركتو معكم هذاك البنات ما تاخذوش راه ما صدقليش وحتى العصاره ديال امبيريال ديال العصير البرتقال راه ما صدقتليش كنت خديتها بشي 150 درهم وهكاك ما صدقتليش وليت خديت وحده اخرى 100 درهم لحد الان راه صدقاني مزيان وكتعصر مزيان ها هو النيفو اللي قلت لكم البنات راه فيه من واحد حتى ل يعني الجهد كدورو راه كاينه ديك العلامه الكحله كدورو يعني الجهد اللي بغيتو وعاد كيكون فيه ديك البوطون الاولى البوطون الثانيه باش تدو الجهد اللي بغيتو فصافي البنات نتوما كتشوفوا يعني راه طح ليا هادشي هذا فانا غنخليه كنت جرب بغيت نجربو ولا ما استقليش كنت غنردو لانه كيبقى شي كان جوغ تقريبا باش كترد ديك لي زارتيكل اللي ما عجبوكمش آه هنايا راجلي هو اللي كان مشى خداه ليا وكان خدا حتى شي دي زارتيكل واحد اخرين ما وريت لكمش حيت ما عجبونيش انا ردهم غير واحد جفاف وواحد... واحد المعالق وداكشي المغارف وداك ديال البلاستيك ما ما كنستعملش انا البلاستيك كنستعمل الخشب او هذا فهذوك حنا ردهم ما بغيتش نوريه لكم يعني لانه ما مصالحينش هادو لي زاكتيك لي خديت من المحلات ديال 13 درهم فزوينين بزاف البنات راني انا خلي لكم هنايا رابط ديال الفيديو اللي نظمت فيه خزانة اللي تحت الحوض بهاد المنظمة ديال 13 درهم اللي جاو رائعين بزاف وجاو عمليين وكنت عندي البلاصة غير ضيعة اه من هكا يا دونيفو في هاد الاتاجيخ هادو ف يعني نضمس فيهم بزاف ديال الحويجات انا نخليكم رابط الفيديو الفوق اللي بغيت تدخلوا وتشوفوا فين استعملت ديك الاتاجيخ الثمن ديالهم 13 درهم لوحده وهذه يعني كنشفوا عليها الكيسان او الغطران فهي كتنشفهم بسرعه احسن ما كيبقاو في الشبكه يعني هكايا غير كنسالي من كنديروا في الشبكه يقطروا واحد شويه وكنديرهم هنا ينشفوا كينشفوا بسرعه وهادو كيسان الثمن ديالهم حتى هما 13 درهم هنا اي حاجه وريتها لكم 13 درهم أه 13 درهم هاد الكيسان زوينين للشرب او اي حاجه العصير فانا نستعملهم لغرض اخر نستعملهم للشموع هاد القريعات هادو الزاج زوينين وخفيفين ما تقالينش بزاف الثمن أه ديالهم 17 درهم ماشي 13 درهم 17 درهم زوينين البنات بزاف كيجي المنظر ديالهم سواء العصير سواء ديروا فيهم مكسرات او ديروا فيهم اي حاجه انا عن نظم فيهم داكشي اللي بغيت ان شاء الله واكيد غنشاركو معكم حتى هذه كنت خديتها من بيام 13 درهم منها صفاية ومنها يعني بحال اللي كت كتغسلي فيها او كدير شحال كتصفي ما كتحتاجيش ديري حاجه واحدة اخرى اللي تغسلي فيها عاد تصفي في شبكه او شي حاجه واحدة اخرى فعندها جوج استعمالات هاد لي كادغ فوتو تاهما ب 13 درهم انا ديجا كنت شاركت معكم هذا بعض من هاد المشتريات ماشي كاع كاملين وما ذكرتش الاثمنه كاع كلها فانا كنذكر الاثمنه انا لانه جاوني شي اسئله في الفيديوهات الاخرى اللي كنت شاركت معكم هاد المشتريات هادوك لي كانت فوتو كما قلت لكم تما 13 درهم الواحد وهاد الصقات خمسة درهم بغيت باش نلصق فيهم ديك لي غير ما بغيتش نحفر الحيط لانه خفافين هادو زويونين بزاف كيما كتشوفوا الحمام او اي حاجه بغيتي تنظمي فيهم ماكياج او واحد الفيطات صغيورين ولا شي حاجه كيجي المنظر ديالهم رائع رائع البنات وخديت حتى الطابي في الكرونه في يعني هما اللون ديالهم في الكرونه وخديت حتى الطابي ديالهم في الكرونه جا الشكل ديالهم زويون وكاينين في الوان مختلفه كما قلت لكم فتقدروا تنظموا فيهم فوطات ماكياج المهم ديكشي كيبقى على حسب اختيار ديالكم وحتى الطابي خديتها فيها اربعة ديال لي بياس والتوب ديالها غليظ يعني كتشرب الماء فهذا هو لا فيديو ديال اليوم كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم نتمنى ان القناه ككل تنال الاعجاب ديالكم اللي كتهتم بالتنظيم والترتيب والمشتريات أه ما تنساوش تشتركو في القناه الا كنتو مازال ما اشتركتوش وتنضموا للعائله ديالنا واكيد تفعلوا زر الجرس هذه حاجه مهمه كان انسيست على تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وضل على الفيديو باللايك هذا ما كان البنات ونتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيتها زوينه والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر في رعايه الرحمن